انت وقفت ليه؟ اولا ما حدش يسال سواق انت وقفت ليه. لا مؤاخذه بقى، يعني ما تجبناش عند خرابه وتقول لنا ما نسالكش وبعدين تاخدونا بقى جوه تقلعوا لنا بناطيلنا بقى ويعالي انت ايه يا عم؟ واحده احنا فيلم المغتصبون، احنا وصلنا خلاص. وصلنا؟ اه. طب فين العزبه؟ هي دي عزبه التغاة، وده طور العزبه العظيم. الواد ده من مشعل على فكره. بقول لك ايه، تعالى احنا نقعد تحت سور العزبه العظيم ده اللي اتبنى سنه 1000 لحد ما نشوف بندق هيجي. يلا بينا. السلام عليكم. عيب يا قمر، حته واحده ايه؟ طب روح نزل الحاجه اللي معاك وروح هات لهم اكلهم. يسلموا سلاح، مش عايزينهم يموتوا موتة ربنا. يبقى اكيد في مخدرات في الموضوع. لا هو احنا كده روحنا في داهيه، ده الاكيد. طب ما دكتور استخبى. يلا بسرعة، خرب بيت أبوكم. أنا عطشان قوي يا أخوي. يلا خير. شش يا ابني، وطي صوتك، احنا في عزبة خطر. طب هنعمل ايه؟ الأجواء اللي احنا فيها دي كده عايزة تسلم. يا عم والنبي أنا مش ناقص كلام يخوف، والنبي يعني ايه تسلم؟ أنا ما بقولش كلام بيخوف، أنا بخطط دلوقتي بعد إذنك، ما تعصبنيش. تاني حاجة تموين. في ايه؟ شيت بتاعت التموين مع عمك. تمويه مش تموين، ركز مع بعضينا، احنا في عزبه خطره. تالت حاجه لازم يبقى عندنا ذكاء ودهاء وسرعه بديهه واستمراريه وروح معنويه وباتنين جنيه لانشون ورغيفين فينو. لا رغيفين فينو مش هيكفوا حد خالص. هنجيب ميت طويله ابو سمسم. ماشي. مش هنحف. لا هنحف. مش هنحف، احنا في عزبه خطره. في عزبه خطره دي، انت هبقى واحد. اقول لك في عزبه خطره يا عم، خطر على نفسيهم. طب عليا اني اعمل اقول على ال لا خلاص هقول بلاش. والنبي طب اهدى بقى. حاضر اهدى. عشان بعد الكلكعه بتيجي الشخلعه. بعد الكلكعه بتيجي ايه؟ الشخلعه يا اخويا. وراي. ماشي. يا عم بالراحه. طيب طب مظبوط. حاتم انا احتمال ازعلك. اعرف بس انا رايحه فين. انا رايحه فين؟ رد عليا، حاسب عليا. يلا. حاضر يا اختي حاضر. مستعجله. يا ابن انا تعالي السكر يا مسكر، تعالي الكرات يا مكر. التعميله شكلها حلو ولا ايه؟ الله يخرب بيت دماغك كمان. مس الو. ايوه يا ام. لا انا شجره مش هعرف ارد عليكي دلوقتي. هات انا التليفون ده. لا بس اهلا هنا. ومين ياض؟ احنا من حال الاشجار والله بيه، مش من هنا وفلوسنا خلصت ومش عارفين. استنى انت. ومين ياض؟ شجر. انتوا مش العيال بتاعت التذاكر؟ انا شجره ما بتكلمش. ايوه احنا. دخلتوا هنا ازاي؟ تسللنا. سللتوا؟ انت شجره ما بتتكلمش. طب خش جوه معايا بقى، لا تثبته هنا، وارمي العرنوس اللي في ايدك ده، الخير جوه كتير. خش لف نفسك. ماشي. امسك ياض تليفونك اهو. ايه ده؟ انت مش حرامي؟ حرامي بس بمزاجي مش غصب عني. انتوا عايزين مني ايه بقى ان شاء الله؟ الصراحه يعني احنا كنا جايين لك عشان ناخد منك تذكره الحفله الثالثه.
بعتها. بعتها؟ ازاي يا ابني بعتها؟ انت مش كنت هتيجي معانا الحفله يا ابني؟ اه بس الزناتي في فلوس بعتها لزبونه. زبونه مين دي ولا راحت فين؟ وانا ايش عرفت؟ ان شاء الله هعمل لها فيش وتشبيه. المهم انتوا مين اللي دلوكوا على طريق؟ انا وعدته اننا مش هنقول اسم. ما تتكلم يا قار. مشوا سواق توك توك. خير؟ انا ما وعدتش حد بحاجه. ودخلتوا هنا ازاي؟ دخلنا في عربيه الصواريخ. ايه كميه الصواريخ دي؟ انت عندكم فرح ولا اولمبيات العزبه بدات؟ لا اصل النهارده في موسم عيد. عيد ايه؟ عيد حصاد البانجو. بانجو؟ اه اصل احنا بنزرعه هنا في المنطقه والحمد لله النهارده الخير كتير قوي قوي ازيد من السنه اللي فاتت. اه ده احنا بنفكر نصدر. يلا يلا هنمشي. اسكت خالص ولا كلمه ولا نفس. هروح اشوف مين تكون انتوا اتدريتوا في اي حته. ماشي استخبى لك في ازازه. خش جوه. تعال هنا. خش جوه استخبى اطرمان. اهلا وسهلا الكل. تعال نشوف. انا نورت المكان. استغمى. اتفضلي اتفضلي. هو انت ادي فستق اللي بعت لي التذكره دي؟ انا اسمي بندق مش فستق ومع ذلك الاثنين مكسرات. دي هديه متواضعه يعني مش قد المقام. الكذاب ما باعش التذكره. هي مين دي؟ لا ابدا اصل انا بعدي كل يوم يعني من تحت شباك. وانت بتتجسس عليا يا ياض؟ لا لا بتجسس ولا حاجه ده صدفه والله. بلاقيك لا مؤاخذه يعني معليه الكاسيت. وانت ايه اللي بيعديك من تحت شباكنا؟ الرجل الدب مطرح ما تحير. واحنا الدبدبه بتصدعنا. عموما مقبوله. يا سلام على الرضا. بس هتاخد حق التذكره. اخس دي هديه. تبقى تهديني لما الروس تتساوى. يا رشال اي امسك. ما يصحش. امسك. مع السلامه. كام دول انت يا قاضي يا خداع يا منافق يا كذاب يا غشال؟ يا عم كل ده في ايه؟ انت بتضحك عليا يا قاضي. انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ ولا بقول لك ايه، هي مين البنت الرقيقه القويه الجميله دي اللي كلكم بتخافوا منها وبتحترموها؟ ايوه اللي التذكره معاها. مين دي البنت اللي معاها التذكره دي؟ تبقى حبيبتي انا بنت الملك معلم شوقي سفينه. لو تقدروا بقى تاخدوا التذاكر روحوا خدوها. وبعدين احنا لازم نروح نجيب التذكره عشان عليها الرقم. رقم؟ رقم ايه انت يا رقم ايه؟ انا شجره ما بتكلمش. الرقم القومي. هو الرقم القومي بتاعه طويل ما بيحفظوش فبيكتبوا على الحاجات. رقم قومي ايه؟ الموضوع ده مش مريحني. الموضوع ده شكله فيه ان تقعد هنا انت وهو ما تتحركش تروح في حته وانا هروح احتفل مع الرجاله في سوان عيد الحصاد. ها وارجع لكم بقى اشوف الموضوع ده اخرته ايه. ماشي ماشي في المناشي. وانت ماشي كل سنه وانت طيبين. طيب بارك لنا على الناس. عيد سعيد ويعود عليكم الجوانات بخير. ما تنساش كحك البانجو بقى. يلا بينا. يلا بينا فين؟ انت ما سمعتش بيقول لك ايه؟ الرجاله كلهم في سوان عيد البانجو وكلهم بيحتفلوا وملهيين. ده انسب وقت نروح فيه البيت للبيت واقول لها ان هي عجباني. هي دي مين دي اللي عجباك يا؟ قصدي نجيب التذكره. بقول لك ايه بلا قصدك بلا مش قصدك. قول لي مين اللي عجباك؟ البنت اللي كانت واقفه على الباب وخدت التذكره. وانا عمري ما اقف في طريقك يا ابني. شفت في عينيها انعكاس ضوء القمر. الله. على سواعد مزارع البانجو. شفت الطيبة اللي جوه كل طفل مرتاح وهو بيجري من غير بامبرز ومش همه الناس ولا الطريق. شفت الفلاح وهو بياكل مش. ايه ده؟ شفت الحنية. ايه اللي على دماغك ده يا؟ في ايه؟ دماغك بتزرع. يا بصل يا عم. والله بتزرع يا دلوقتي. لا ما بتزرعش انما من شوية لما بتقول الكلام بتاع الحب ده كان في زرع على دماغك. يا عم ما فيش الكلام ده. يلا بسرعة نلحق نروح للبت دي. يلا. يلا.